تعال وانا بجانبي سوداوي العلامات النارية التي تركها قضيب الحديد على جسدك سوداوي الثقب الغائر الذي أحدثته رصاصة الكلاشينكوف بين عينيك سأجعل من لحمي وسادة لجسدك المنهك المتهتك أخطأت حين قتلته كان ضميري لطم قسوة من قلبك كان يمسك العلم من حلقه يضغط عليه ويضغط إلى أن يتحشرج صوته ويكاد يختنق فيلقيه على الكنبة ويغادر ذلك العالم كان أنا هيك بتكون عادة القراءات السردية أو الشعرية لدكتور هشام بوساني اللي هو ضيفنا لليوم يلي هي ما بتشبه الصورة عنا إياها عن قراءات القصص أو الشعر دكتور هشام صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك باستوديو أخبار الصباح وبلبنان أنت موجود بلبنان لأنه قبل امبارح كنت مشارك بنشاط عنوانه ترجمات بالجامعة الأمريكية ببيروت وخلاله كنت عم تقرأ مجموعة من أعمالك صحيح يعني هو القراءة إذا ما كانت مصاحبة لأداء جيد على الأقل يستطيع أنه ينقل عمق الأفكار أعتقد أنه بيكون في نوع من يعني الملل والرتابة هذا جزء من الأساسي وجزء آخر بالنسبة لي مهم جدا الاشتباك مع الفنون الأخرى سواء في داخل النص الكتابي مثل هلا اللي أو على المسرح اللي كنا نشوفه مع موسيقيين أو في بعض الأحيان فنانين تشكيليين أو اشتغلت مع راقصة رقص معاصر سرد بجاور رقص معاصر وهكذا يعني هاي الأمور بتضيف للفنان وبتضيف للكاتب وبتضيف للمتلقي للجمهور نعم طبعا 100% حضرتك أردني وصلت على لبنان بدعوة من الأيو من الأيو بي الأيو بي عفوا الجامعة الأمريكية في هي أول مرة بيصير التعاون بينك وبين الجامعة أول مرة عم بيطلقوا في الجامعة الأمريكية في بيروت يبدو برنامج جديد للترجمة وإشي مهم جدا موضوع ترجمة الأدب العربي إلى لغات أخرى خصوصا اللغة الإنجليزية فقسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة العربية ومركز الدراسات العربية والشرق الأوسطية في الجامعة الأمريكية في بيروت منظمين سلسلة اسمها ترجمات بستضيف أربع فعاليات الافتتاح كان مع الفعالية اللي أنا كنت فيها مع المترجم اللي ترجمت أعمالي اسمها ثريا الرئيس مزبوط هي اللي بتترجم لك أعمالك خلينا نذكر أنه برصيدك أربع كتب كلها قصص قصيرة أنت متحيز للقصة القصيرة أول عنوان هو عن الحب والموت الثاني الفوضى الرتيبة للوجود أرى المعنى هو الكتاب الثالث والرابع هو مقدمات لابد منها لثناء مؤجل أنا ما خصني هذا أنت لثناء مؤجل طيب كلهم عم بيترجموا أو كلهم اترجموا والرابع هلأ عم بيترجم على الطريق أرى المعنى هو الكتاب المحتفى فيه لهذا لهي الدورة في الفعالية هو ترجم ومنشور في الولايات المتحدة في سيراكيوز يونيفرسيتي بريس وفي نسخة جدا جميلة ثنائية اللغة يعني اللغة العربية على صفحة مقابل اللغة الإنجليزية على صفحة أخرى كيف كانت عم بتصير النصوص؟ مقطع منك مقطع منه كيف مقطع بالعربي مقطع بالانجليزي تمام يعني الصفحه وهذا كثير جميل لانه بيقدر الواحد يقرا النسختين بيقدر حتى يستخدم في التعليم او يستخدم في بدون ما يفتش عليها يعني اوريدي مباشره الكتاب بهذا المعنى ثنائي اللغه ونسخه جدا يعني بس ما كان في مرافقه لا موسيقيه ولا فنيه في هذا الفعاليه لا ولكن احنا قريبا عم يعني صار في مقترح مع الايوبي وربما اليوم راح اشوف كمان مترو المدينة حتى نحاول نعمل عرض ومسرح بشكل كامل مثل العروض اللي بتقدمها مثل اللي عم نشوفها عم نشوف هون عرض سابق لإلك كان في فنان تشكيلي فإذا مرافقك على خشبة المسرح هذا رفيق مجدوب أعتقد معروف في بيروت كان عايش في بيروت لفترة طويلة الآن رجع انتقل لعمان فهذا أحد العروض أيضا اللي بالاشتباك مع الفن التشكيلي أيضا يعني دائما إن وضعت أذنك رزق خشبه فستسمع صوت ضحكات تتذبذب محشورة فيه لكنه الآن كئيب كخطوات التي أجرها على الأرصفة حين أخرج مفاتيحه مخلعة وأوتاره مقطوعة ولا دم يجري في عروق بوسيقاه بعض أوراق نوتة مرمية في الأرجاء وكثير
من قطع الزجاج الصغيرة التي تشبه حجارة الفسيفساء. هل يكون زجاج مرايا كانت معلقة على الجدران يوما؟ لا أدري، لا أحد يدري. فعازف الكونترباس كان آخر من تسلل كالعطر إلى الداخل وكالعطر تبخر. لم يدخل أحد تلك الغرف لو مرة بعد أن توقف. حلو هالمزيج اللي عم نشوفه حتى بالباك جراوند، بس شفنا الفنان رفيق مزوب هو عم بيرسم في مرحلة فكرناه كأنه عازف كمان. صحيح، بهرم ظهره كمان. صحيح. عم بيعزف معك. هالقد في تناغم بين النص، الموسيقى، الرسم، كل شيء عم نشوفه. قبل امبارح كانت قراءة وكان في يعني الترجمة، قديش أنت راضي عن نصوصك بس تترجم؟ وقديش برأيك بتضل محافظة على الروحية اللي أنت كتبت فيها بداية باللغة العربية؟ يمكن هاي الترجمة كانت كتير متميزة لأنه لسبب واحد، أنه أنا أيضا أتقن اللغة الإنجليزية بشكل جيد، فكان في إمكانية للتفاعل الممتاز ما بين الكاتب والمترجم، وهذا مش متحقق ربما اذا ترجمت. انا ترجمت لغات اخرى ولكن ما يعني ما مستحيل منك ضل يعني مستحيل يعني يتحقق هذا التفاعل. فكان تفاعل كثير ممتاز. يعني وراضي جدا عن يعني النقل. على الاقل اصعب شيء كان نقل موسيقيه اللغه العربيه. يعني اللغه فيها جدا حموله موسيقيه عاليه، وانا بركز على هاي الحموله في الكتاب السرديه حتى، يعني فيها كثير ارتكاز على شعرية الجملة وانسيابية اللغة. هذا كنت أحكي عنه يلي سمعناه قبل شوي. يعني أنت بتصنف كتبك على أساس هي قصص قصيرة يعني، بس يلي عم نسمعه كنا قريب جدا للشعر. ما بعرف إذا الشعر كمان 100%. وأنا بعتبر أن القصة يعني هي كثير قريبة من الشعر، يعني فيها تكثيف واختزال وصور، فيها الشغل تسلسل الأحداث، وفيها شغل كمان على المتلقي. يعني هي مش زي الرواية بتشرح كل شيء وبتاخذ كل العناصر وكل هي الأحداث. أكثر مبنية على معنى وعلى الحدث مخفي أوقات مش دايما واضح. بس ليش ما بتكتب شعر؟ بكتب شعر بس أنا مش مصنف النص. أنا برأيي أنه ما دام النص فنيا ممتاز وممكن المتلقي يتعاطى معه وفنياته عالية فهو نص أدبي جميل. بس لما نقول قصة قصيرة يعني منتخيل انه في لعب على الكلام، بركي عقدة مخفية، قطبة مخفية، ما بعرف شو بيقولوا لها. حتى انت وعم تقرا ما منحس هالشيء، منتاخد بالشعر. يعني انا بكتب القصة اللي بتروح ابعد شوي من الشكل التقليدي لانه الحدث وذهب والى اخره. هي خواطر؟ لا، بعيدة عن الخواطر. الخواطر يعني هي نوع من الكتابة الانطباعية عن حالة شعورية ما متعلقة بالمتلقي. القصة انا بالنسبة تعريفها الي هي تتعلق بحدث ما والغوص في عمقه والتعبير عنه بلغة مكثفة. وأعتقد هذا كتير بيشتغل على وقريب جدا من الشعر، خصوصا شعر من اللي بنسميه شعر النثر. قد إيه لك بتكتب؟ خاصة أنه كتاباتك يعني نوعا ما نخبوية، مش يعني كل كتابة فنية لازم تكون نخبوية. أنا هيك بتصور، أو على الأقل لازم يعني في جمهور معين بيتابع هيك قصص. أكيد، بس برضو أنا من الناس اللي لازم اللي بيعتقدوا أنه أيضا القارئ عليه أن يقرأ كمان، وان يعني يقرا مش بس بالادب، عليه ان يقرا في الفلسفه، في العلوم. يعني كل الناس لازم كله بشكل تطور معرفها بالضبط، وبالتالي بس يعني تصبح هذه الكتابه يعني ممكنه لمثل هيك قارئ. وسؤالك جدا جميل لانه انا كمان بستعمل الهوامش في بعض الاحيان لتوضيح بعض النقاط اللي قد تكون غير مفهومه لقارئ، يعني خلينا نحكي مش مطلع بشكل واسع. فبس مشان افتح هاي الاقفال او استخدمها كمفاتيح لفتح اقفال النص في بعض الاحيان، فما حدا يكون عنده تتحقق تمام يعني. تتحقق قراءه اخرى اكثر عمقا، او هو يعني يهتم القارئ يقرا في هذا اللغز الجديد اللي يكون مشتق من العلوم او من كاتب اخر او الى اخره، فهو بيكتشف اشياء جديده او فنون جديده. نعم. شو عندك ضد الروايه؟ كان عندك تجارب؟ يا سلام عليك. عندي ضد الروايه مساله واحده فقط. الروايه كمان فن جميل، ولكن بكل أسف تحول هذا اليوم لسلعة، يعني هو سلعة الأدب. فكل تركيز الناشرين المهرجانات لأنه ببيع. ليش ببيع بالنسبة لي؟ لا، أو ليش بعتقد أنه ببيع؟ لأنه إلى حد ما تلقي أسهل. الشعر والقصة بدها تفكير أو بدها جهد من المتلقي، بينما الرواية بتريح المتلقي، بتعطيه كل التفاصيل الموجودة على الورق. فالتقطت صناعة النشر هاي وهاي المسألة، وصار التركيز كامل
على الرواية، وأنا برأيي أنه في يعني فاصل بين الفن والسلعة، بين ما الفن ما كان عندك والتسلية. تجارب روائية؟ لا، وأعتقد أني راح يعني أنه أنا ما راح يكون عندي. أنا كاتب قصة وقريب من الشعر وأعتقد راح أضل في هذا. أنت كاتب قصة وطبيب أسنان بنفس صحيح. الوقت قديش الكتابة بتشكل متنفس لإلك تنسى ضغط الشغل؟ الشغل هو يعني تعرفوا انتم انه لا يمكن ان كاتب يعيش من الكتابه بكل اسف يعني في العالم العربي من كتابته. انا بحب اكون كاتب متفرغ، ولكن يعني طب الاسنان هو المكان اللي يعني بعتاش بشكل لي استقلاليه، وهو يعني ميزه لانه بيعطيني استقلاليه كامله عن انه اكون معتمد على مصدر بحدد لي شو اكتب وكيف اكتب والى اخره والى اخره. نعم. فيعني خلينا نحكي طب الاسنان هو المتنفس تبع الكتابه، يعني ربما أوكي. ربما يكون يعني الكتابه مهنتك الاساسيه. صحيح. اوكي. بدنا نسمع؟ لا ما رح نسمع. اول كتاب كتبته سوري امتى؟ يعني امتى بلشت تكتب؟ انا بلشت اكتب فتره طويله جدا من 96 تقريبا، ولكن انا كنت من الناس اللي بيعتقدوا انه الكتابه هي عبء كبير، خصوصا الكتابه الادبيه، الكتابه غير الادبيه كنت انشرها مباشره، ولكن تاخرت. يعني غير ادبيه؟ يعني مقالات او تحليلات. كنت تنشر؟ هذه من 96 وانا بنشر في الصحف المحليه. أوكي. والعربيه والدوليه ايضا، يعني في مترجم، حتى كتابتي غير الادبيه مترجم الى كثير لغات. اوكي. ولكن الادب انتظرت من 96 لل 2008 حتى انشر اول كتاب، لانه بعتقد انه هذا يعني الادب عبء على الكاتب ولازم يقدم شيء يكون يعني بيسوى يعني. او وهلا بعد رايك هو ذاته؟ طبعا هلا بعد هيروزاته، فبكتب انا وبترك اللي بكتبه عاده اشهر، برجع له بعدين بقراه بعين الناقد او عين القارئ. فيك تقريب عين الناقد؟ طبعا، لان لحظه الكتابه في هاي الارتباط مع النص او الشعور الانفعالي الاول، بعدين بعد 6 اشهر بيروح الانفعال، فبتقدر تزيح المشاعر عشان طبعا يعني. بتقدر تقراه بعين اكثر يعني نقدا اكثر. هلا انت على طريق كتاب جديد؟ صحيح. قصص قصيره ما في لزوم اسال. تمام، شكرا. يعني اوكي، شو اللي بتضيفه بالمعنى الجوهري للقصه مره بعد مره؟ يعني هي في كثير من الامور المتعلقه بتقنيات كتابه القصه، قديش انا قادر، بعدين المحيط او يعني القصه هي اشتباك يومي مع الظرف المحيط، يعني لانها لحظه، يعني انت بتلتقط اللحظه وبتحاولي تفجري اعماقها، تشوفيها من زوايا مختلفه، تقدم رؤى مغايرة عن العادي أو اليومي أو المعتاد. فبهذا المعنى يعني أعتقد القصة عم بتضيف لي، يعني هاي التقنيات إعادة قراءة المعنى، زي الكتاب أرى المعنى هو أحد الكتب بهذا المعنى، فهو بقدم لي يعني إضافات جديدة، تقنيات رؤية أخرى بستطيع من خلالها قراءة أو إعادة تشكيل الأحداث. طيب بس في بداية وصلب موضوع وختام للقصة؟ هذا القصة الكلاسيكية عندك. هذا القصة الكلاسيكية عندي. لا عندي يمكن تبلش وما تخلص، يمكن تبلش من الآخر وما تعرفي وين. ممكن ما يكون في ترابط أصلا. كيف مقسم القصة؟ في ما بعرف، يعني مثلا رح نحكي عن كتاب أرى المعنى. أرى المعنى كتاب يعني القطع فيه مرقمة من 1 لـ 75، وفي فصول بس الترقيم مستمر، وبتقدر تقرأيها كعمل متكامل مترابط بثيمة واحدة، بتقدر تقرأيها. تتعاون مع دار نشر أو أنت؟ طبعا دار نشر مهمة، وبيفرضوا عليك الشروط يمكن هيك نوع. بكل أسف القصة القصيرة ليست يعني، والشعر أيضا بكل أسف، العالم يعني عالم النشر الآن لا يرحب في هذه الأجناس الأدبية، فبالتالي لأنه يعني القارئ ما بيختارهم عادة للريون بالضبط، لأنه النشر برضو أيضا صحيح لا يروج لها عادة. دور النشر الكبيرة حتى في العالم يعني في الغرب مثلا بتحط حصة، يعني بتنشر مجموعة من الروايات ومثلا بتقول هاي في عندي سلسلة قصصية سلسلة شعرية، حتى تضل يعني كل يعني الأجناس الأدبية قائمة وتتفاعل معا. بكل أسف بالعالم العربي لا، يبدو أنه الأمور المالية والمادية هي طيب زملاء بالغرب كمان طبعا طبعا نفس الشيء، بس بتلاقي مثلا دور نشر جامعية، بتلاقي دور نشر مستقلة بسموها صح. موجودة تثقيفية طبعا، بكون كتبها أغلى بكثير يعني، ولكن موجودة وتنشر هذه الأمور. طب زملاء لك بالكتابة بس يقروا كتاباتك شو بيقولوا لك ونصوصك؟ شو بيقولوا لي؟ يعني احنا انا بقدر اقول انه انا جزء من مجموعه عربيه موجوده وبتحاول تجرب وتقدم جديد ومتفاعل مع بعض، وهذا يعني بيعوض عن ضعف النقد. النقد في العالم العربي ايضا بكل اسف يعني وضعه سيء، فوجود مش راضي عن شيء. فوجود زملاء يعني متمكنين في القصه القصيره بقراوا اعمالي، بقرا اعمالهم، نتناقش مع بعض، نلتقي في بعض الاحيان في الملتقيات الأدبية المختلفة في العالم العربي وفي بعض الأحيان خارج العالم العربي.
جدا للتجربه وبغنيها. نعم. اخر النشاطات اللي عم بتحضر لها هلا ببيروت في شيء بعد؟ في بيروت بدنا نحاول الان، يعني عم بحاول اعمل لقاءات خلال هدول اليومين اللي انا موجود فيهم. يعني بيروت يعني مدينه مهمه. قد ايه؟ ضايل يومين كمان. بحاول اعمل لقاءات مع المسارح، مع الجهات اللي ممكن تكون مهتمه في تقديم هاي العروض، بنحاول ننقل بعضها لبيروت، وراح تكون اعتقد يعني تجربه جميله. وهلا بس فقط نتابع نشر كتابي الجديد. يعني رح ترجع على الاردن بعد؟ رح ارجع لعمان. في عندي لقاء في ابو ظبي الشهر القادم. انا ايضا كنت محرر لمجله امريكيه تصدر عن جامعه مهمه كثير في الولايات المتحده اسمها امهرست. قدمت فيها 25 كاتب عربي مترجمين الى اللغه الانجليزيه مشان اقدمهم. يعني ايضا عربي يعني من كل العالم، من كل العالم العربي، من المغرب ولا العمان، يعني يعني لبنان، الاردن، سوريا، مصر، كل العالم العربي. 25 كاتب، 25 نص، هذا اعتقد شيء كان مهم. رح نقدم هاي المجله في جامعه نيويورك في ابو ظبي. نعم. نحن بنتشكر حضورك معنا الكاتب الاردني الدكتور هشام البستاني، واهلا وسهلا فيك ببيروت مره جديده. وباهلا وسهلا. شكرا لكم. انا فيك موفق. تسلموا. بالذكرى السادسه لاندلاع الازمه السوريه يلي ادت لمقتل الالاف وتهجير الملايين بالاضافه لتدمير سوريا، عقدت منظمه اليونيسف مؤتمر باوتارو تانا جيفنر، اطلقت خلاله اغنيه بهالمناسبه. الاغنيه من كلمات جاد الرحباني والحان